مساء الخير. مساء النور. حضرتك عجاج الطحال؟ خير أمور. حضرتك اللي بتشتغل بمحل صب المفاتيح؟ خير أمور. رحت لعند معلمك أبو سمير أم بعتني لعندك لهون؟ يعني شو بقدر بخدمة؟ انطبق معي باب الفيلا بالزبداني والمفاتيح جوا. ايه؟ والباب خشب أبنوس، فما بدي أخلعه مشان ما أنزعه. قالوا لي إن حضرتك تفهم بهيك شغلات. أنا اللي بفهم. بالبلد 4-5 بس مثل حكايتي. معك سيارة؟ اي معي هونداي موقفة براس الحارة. ماشي معلم، ملحفة ام 500 والطلعة والنزلة عليك. تكرم عينك، الملحفة جاهزة والطلعة والنزلة علي، بس المهم انا مرتي ما تنام ببيت حماي، حاكم انا ومرت عمي مالنا اصحاب بنوب بنوب. اللي سامعك مثل حكايتك، انا مرت عمي صور لي الارض ولا تصور لي اياها، شو هاد نمر؟ جاي على بالي ينزل نيزك على راسها يمحقها محق، يطلع من غير ارضي ما يخلي منها اثر. طيب عندك عدة؟ عدة ايش؟ الله يصلحك. انا اكبر قفل بفتحه بشريطه. طيب لكان امشي معي وبالطريق نكمل حديثنا عن حماتي وحماتك. ماشي بس لغير الشحاطه اللي بالصباط. يلا مو بهيك الصباط ليه. يلا شريف. شريف تفضل. وين عفورة؟ يمكن بداخل السوق. خير اللهم اجعله خير. الحمد لله اللي نتياني مفتاح عليه. الو شو الحكي؟ وين اتصالت الثقله؟ ما في شي ما في شي. شكرا حبيبي شكرا كتر خيرك. عفوره عفوره افتحي شوي. شباب شو فيك؟ انه لاحقك كلب جربان عجاج كمثوب الزبداني بالجرم المسهول. جرم ايش؟ لك شو اخذ على الزبداني؟ شو بيعرفني؟ هلا واحد اتصل من طرفه وقال هيك. من طرفه؟ ليش وينه؟ قال بالحبس. يا حبيبي شو الظاهر اخذوه يعني لما كنت بالحمام انا؟ لك عم يقول لك كمثوب الزبداني. انا رايح فيق نبيلي. روح هو وعمري بال لعنده. لا لا تفيقي خليه نايم. هلا عمي ريبال بيروح معي؟ لا روحي فيقي. ريبال عمك اتركي لي اياه على جنب، لا حدا يصرف منه شيء، من غير شيء بطاريته خالصة. خالصة؟ تضربي بروستات مساعدة. راح اسوي له سندويشتين مكدوس يا أبو قلبي، ما قلت له المكدوس. كنت متوقع تقول له هالوقعة أنا. وقعت إيه؟ وقعت الحمار الأخبر بيتحش مناخيره عن حيوانه مو عن فهم. وين بيلاقي في طابوسك يرجع بيطبوس فيها.